فيها باء في اي في اول الكلمه. هلا الكبيرين هدول صوتهم شوي، تعرفوا انتم الصغيرين فيها باء وين؟ في اول الكلمه. احسنتوا. هلا شو الكلمه اللي بعدها؟ هذا الجمس بيسحوله بالطيخ. بالطيخ. الباء وين؟ في أول الكلمة. أول الكلمة. تمام. شو بتكلم بعدها؟ بالطيخ. شو هذا اللي علق؟ علق؟ هدي صوتك، هدي صوتكم. باب 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 باب. أي فيها الباء؟ أول الكلمة. أول الكلمة وآخر الكلمة. أول الكلمة وآخر الكلمة. منفصل. كلمة بعدها؟ الكبير لو حدا يحكي. شو هاي؟ في اول الكبير لو حدا الكبيرين لو حدا يحكي بس صغير. شو فيها هاي حرف الباء هون؟ في بنت في اول الكلمه. في اول كلمه وين بقى حرف الباء يا موسى؟ في اول الكلمه. في اول كلمه. انت منفصل. هاي الباء مضمومة في أول الكلمة، الساعة كانت أشو؟ مفتوحة ومكسورة، علق الباء مضمومة في هاي الكلمة. برج. برج. ثعبان. ثعبان. هاي الباء في وسط الكلمة مفتوحة. يكتب. الباء في آخر الكلمة متصلة. متصلة مضمومة. آخر كلمة. إبرة. إبرة. الباء الباء في وسط في أول كلمة ولا قبل الألف لحالها؟ في أول الكلمة ساكنة. إبرة. إبرة. أنا ما أشوف. التالي. التالي.